السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. خلونا نكمل سلسلة شرح الإضافات على الوورد بريس، واليوم إضافة مميزة كذلك. وهي متخصصة في اختيار نوع خط معين تقوم بتحميله من جهاز الحاسوب الخاص بك إلى الوورد بريس، ومن ثم تختار هذا الخط إذا قام عميلك بإرسال خط معين لاستخدامه على صفحة الويب الخاصة به كشركة. أنا فعليا في السابق عدة عملاء قاموا باختيار فونتات معينة لاستخدامه على صفحات ويب خاصة بهم. خلونا نشرح آلية هذه الإضافة وآلية عملها على الوورد بريس وكيفية استخدامها على الوورد بريس من البداية، من بداية تثبيتها على الوورد بريس، من اختيارها على الوورد بريس. اسم هذه الإضافة هي أني يوز فونت، أي اختار خط معين. هذه الإضافة طبعا فيها قسم مجاني وفيها قسم مدفوع. القسم المجاني يسمح لك باستخدام فونت معين تقوم برفعه من حاسوبك الى الوورد بريس، ومن ثم تستخدم هذا الخط في جميع صفحات او التنسيقات التي قمت بتنسيقها على الوورد بريس من خلال اليمنتور. خلونا نبدا خطوه بخطوه من اليه تثبيت هذه الاضافه واليه استخدامها على الوورد بريس من الصفر. اكيد راح تستفيد من هذه الاضافه. احفظ هذا الفيديو وشاركه مع اصدقائك المهتمين في مجال تطوير الويب والوورد بريس، ولا تنسى الشير واللايك، وخلونا نبدأ. نروح الورد بريس من خلال الاستضافة أو من خلال الدومين. تفتح لدي قائمة الورد بريس أو الداشبورد الخاصة بالورد بريس، من ثم سأقوم بإضافة هذا البلجن من داخل الورد بريس إلى الويب سايت. الآن أذهب إلى إضافة. طبعا أنا مسبقا قمت بتثبيت الإضافة كما ترون يوز اني فونت، موجوده عندي اسفل الداشبورد. كل الاضافات او البلاجات التي تقوم بتثبيتها ستجدها اسفل الداشبورد في الوورد بريس. الان ساقوم بازالتها وحذفها، ثم ساقوم بتثبيتها من جديد خطوه بخطوه لاريكم كيف تقومون بتثبيتها وكيف تستخدمونها على الوورد بريس بسهوله. الان ساقوم بحذفها، اذهب الى اضافات، اضافات منصبه، اضافات منصبه، أنزل إلى أسفل أرى الإضافات المنصبة، أعطلها ومن ثم أقوم بحذفها. الآن سأقوم بحذفها، حذف، نعم. طيب الآن قمت بحذف الإضافة أو البلجن. سأذهب إلى إضافات من نفس الخانة أو نفس القائمة، إضافة جديد، نيو، تمام. من خلال هذا الخيار تظهر لي هذه القائمة، قائمة الإضافات أو قائمة البلجنات. من المميزات المهمة أو المميزات الرهيبة في الوورد بريس أنه يسمح لك بإدخال كمية كبيرة من البلاجينات التي تسمح لك بإضافة مميزات كثيرة أو تطوير الويب خاص الويب الموقع الويب الخاص بك أو خاص بشركتك وعميلك. يعني كثير من البلاجينات المجانية اللي تطور من موقعك تلاقونها في هذه الخانة. من خلال مربع السيرش أكتب اسم الإضافة يوز، اللغة الإنجليزية يوز فون، تمام. بعد أن أقوم بكتابة اسم الإضافة ستظهر لي هذه الإضافة كما ترون أو كما تلاحظون، هذه موجودة على اليمين اسم الإضافة. الآن نلاحظ من الأشياء اللي نلاحظها ومهمة جدا، نلاحظ كمية الريفيو أو التقييمات الإيجابية، 1060 تقييم إيجابي. عندك أكثر من 200,000 تثبيت نشط على مواقع ويب مختلفة في العالم، متوافقة مع الوورد بريس آخر تحديث من 3 أسابيع. هذا شيء مهم جدا أنك تنظر للريفيو لأي بلاج تقوم بتنزيله، تنظر للريفيو وعدد التثبيتات النشطة وهل هو متوافق مع الوورد بريس أو لا. وهذه الإضافة أو هذا البلاج متوافق جدا مع جميع إصدارات الوورد بريس. أقوم بتثبيته الآن ومن ثم سأقوم بتفعيلها على الوورد بريس، وسأرى كيف أقوم برفع خط معين أو فونت معين. أقوم بتفعيلها الآن. الآن الإضافة أصبحت جاهزة كما قلت مسبقا. سترون أي بلجن تقوم بتثبيته أسفل الداشبورد في الوورد بريس. سأذهب إلى الإضافة لأرى كيف أستخدمها من خلال لوحة التحكم الخاصة فيها. الآن لدي 5 خانات. الخانة الأولى EBIK أي مفتاح التفعيل. مفتاح التفعيل بشكل أوريدي يعطونك مفتاح واحد تسمح لك ترفع فونت واحد تجربة. طبعا الفونت هذا لا يتم حذفه، يتم رفعه واستخدامه بشكل مجاني،
وباقي الفونتات أو الفونتات اللامحدودة تستخدم في الدفع البريمير اللي هي مدفوعة. وبشكل كبير جميع المصممين أتفق معهم أو يتفقوا معي أنهم لا يستخدمون إلا نوع واحد من الفونتات، لكن يتحكمون بسمكة هذا الخط. يعني أنت كمصمم في جميع تصاميمك، في سواء الويب أو الجرافيك، فلا تستخدم إلا خط واحد، لكن تستخدمه بأحجام وأنواع معددة فقط من نفس عائلة الخط. الآن سأقوم بتفعيل الإضافة. طبعا لدي مفتاح مسبقا، الآن سأقوم بحذف المفتاح وحذف الخط القديم، لأنه هو بشكل مسبق يحفظ داتا وقاعدة المعلومات الخاصة بالموقع. فأنت إذا حبيت تثبت من جد تلاقي أنه راح لك نفس الخط ونفس المعلومات. فالآن سأقوم بحذف المفتاح، سأقوم بتفعيل المفتاح أنا من جديد. الآن أطلب منه يعطيني مفتاح جديد، أعطاني مفتاح. الآن سأقوم بتفعيل المفتاح وتفعيل الباقة المجانية. الآن تم تفعيل اكتيفيت، تم تفعيلها الباقة المجانية. اسمح لي برفع خط واحد. الآن أذهب إلى أبلود فونت أي رفع خط معين أو خطوط. طبعا لدي خانتين هنا من أبلود، أبلود فونتس أو أد فونتس. هذه موجود خطوط إنجليزية لا تدعم اللغة العربية، مجموعة من الخطوط مرفوعة بشكل مسبق على نفس الإضافة أو نفس البلجن، ما تدعم اللغة العربية لكن تدعم اللغة الإنجليزية. الآن سأقوم برفع خط معين من جهاز الحاسوب من أبلود فونتس. مجرد أن تضغط على هذه الخانة تظهر لك هذه القائمة. الآن أختار الملف. طبعا خلنا نشرح هنا شيء بسيط، يسمح لك برفع الخطوط من صيغة TTP أو WOFF2 أو OTF أو OFF أو فونت صاير. طبعا حجم الفونت 25 ميجا بايت، أغلب الخطوط تجي أصغر من هذا الحجم. طبعا غالبا او اكثر الخطوط العربيه والخطوط اللي نستخدمها وننزلها على الفوتوشوب او الستريتر تكون من صيغه تي تي اف، وهذه اغلب الخطوط. الان سارفع بخط من نفس الصيغه هذه، لاحظ انه خط تي يبدا هنا بتي تي تي اف، هذا يعني اختصار تي تي اف، اختصار لهذه الصيغه. الان ساقوم برفع هذا الخط اللي هو بولد جولف بولد، اقوم برفعه أسميه جولف مثلا عشان ما أنسى لما أذهب إلى أبحث، لأن أنت ستدخل بمجموعة كبيرة من الخطوط من عوائل كثيرة، لذلك لازم تسمي الخط بنفس الاسم عشان ما تتيه وتضيع الخط. أقوم برفعه الآن، أنتظر قليلا ريثما يرفع لي الخط على صفحة الويب أو على الووردبريس. أنتظر قليلا، الآن تم رفع الخط الذي قمنا باختياره اللي هو جولف بولد، هذا نوع الخط وهذا اسمه. الآن سأذهب إلى الموقع نفسه وأرى هل الخط تم رفعه بشكل حقيقي أو لا. طبعا الآن أنا على الموقع، لاحظ أنه خط مختلف. سأقوم بتجربة على هذا نص معين، مثلا على هذا النص مثلا. سأقوم بالتحريج من خلال إليمنتور وأرى هل يتم تغيير الخط أو تم رفع الخط أو لا على الووردبريس. الآن سأرى ذلك من خلال إليمنتور، سأتأكد أنه هل تم رفع الخط بشكل أكيد أو لا. الآن سأذهب إلى تنسيق، من تنسيق مثلا أضغط على هذا النص، هذا الجزء، أذهب من تنسيق أختار الخطوط، من الخطوط أختار اسم الخط الذي قمنا برفعه سميناه جولف، أكتب أول حرفين جولف. هذا الخط الذي قمنا بتثبيته كما ترون جولف، أقوم بالضغط عليه. لاحظ أنه تم تغيير الخط إلى الخط الذي قمنا برفعه، وبإمكانك أن تطبق هذا الخط على جميع نصوص الصفحة الموجودة في صفحتك على الويب أو على المتجر أو على أي نوع من أنواع أو تصاميم الويب اللي تكون مصممة على الوورد بريس بهذه الطريقة. يعني الأمر بسيط جدا وسهل، تستطيع أن تطبقه على جميع النصوص الخاصة بك على هذا الموقع أو على الموقع الخاص بك. كان هذا الدرس أو هذه المعلومات البسيطة مقدمة إليكم من مشعل هجر. أراكم على خير في حلقة ودرس جديد. لا تنسوا تشاركون هذا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين في مجال الويب. لا تنسوا الشير واللايك لكي تصلكم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.